بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون مزيل عرق كريمي، أفضل وصفة طبيعية ممكن تعمليها للتخلص نهائيا من ريحة العرق الكريهة. كمان هي بتقلل جدا من كمية العرق، كمان الوصفة دي بتفتح البشرة جدا وبترطبها وبتعطر بشرتك بعطر ساحر وجذاب، وكمان ثابت لمدة طويلة جدا. الوصفة دي هتكون هايلة. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج بقى للكريم المرطب، وانا هنا هستخدم كريم جلايسوليد، وكريم جلايسوليد ده من اروع الكريمات المفيدة جدا للبشرة، لانه بيكون غني جدا بالجليسرين اللي بيرطب البشرة بشكل مضاعف، وفي نفس الوقت بيفتح البشرة، لان الجليسرين بيقضي تماما على البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقالها مدة طويلة جدا. يبقى انا كده هستخدم كريم جلايسوليد، هيكون كريم مرطب ومفتح في نفس الوقت. وممكن طبعا انك تستخدمي اي نوع كريم مرطب، مش لازم يكون نوع معين، ده بيكون حسب المتوفر عندك. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقة من كريم جلايسوليد. هجيب بقى كده طبق وابتدي بقى اضيف فيه معلقة كده من كريم جلايسوليد. هحتاج لمعلقة من نشا الذرة، وطبعا نشا الذرة بيفتح البشرة جدا، كمان بيعمل على شد البشرة وأرق المسام. هضيف بقى دلوقتي على الكريم معلقة كده من نشا الذرة. هحتاج للشابة، وده بيكون شكلها. الشابة دي بنجيبها من عند العطار، ممكن تجيبيها احجار سليمة وتطحنيها في البيت، او ممكن تجيبيها ناعمة بالشكل ده، برضو بتكون جاهزة عند العطار. الشابة بتكون مكون طبيعي امن جدا في الاستخدام وملوش اي اضرار، وبتكون نتائجها مزيلة في التخلص نهائيا من ريحة العرق الكريهة، كمان بتقلل جدا من كمية العرق، وكمان هي بتفتح البشرة بشكل مذهل. ومن اهم مميزاتها انها ما بتعملش على انسداد غدد العرق، على عكس مزيلات العرق الكيماوية اللي بتعمل على انسداد الغدد دي وبالتالي بتسبب الامراض. عمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقة من بودرة الشابة المطحونة. هضيف بقى دلوقتي على الكريم والنشا معلقة كده من بودرة الشابة المطحونة. انا هحتاج لمكعبات المسك الجامد، المكعبات دي بنجيبها من عند العطار، بتكون متوفرة ما بتكونش غالية خالص. انا هحتاج لمكعب واحد من المسك، وده بيكون شكله. اول حاجة بقى دلوقتي انا هبتدي ابشر مكعب المسك ده، انا مش هبشره كله، انا هبشر حوالي مقدار معلقة واحدة بس. انا بشرت بقى كده جزء صغير من مكعب المسك حوالي معلقه، ودي الكميه اللي انا محتاجاها. هنشوف بقى ده بيكون شكله، وكمان ريحته حلوه جدا. هجيب بقى دلوقتي معلقه المسك المبشور اللي انا بشرتها في الاول، وهبتدي بقى اضيف معلقه المسك كده على باقي المكونات. المكون بقى اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقة كبيرة من ماء الورد، وماء الورد بيفتح البشرة جدا، وكمان بيرطبها وبيعالج التهابات الجلد، وكمان بيقضي تماما على حب الشباب. بقى دلوقتي اخر مكون عندي هو معلقة كده من ماء الورد. هبتدي بقى دلوقتي بخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما تندمج كويس جدا، ويبقى خليط عامل زي الكريم. هقلبها في الاول، وبعد كده هشوف انا محتاجة لماء الورد او الكريم، بس هقلبها في الاول واشوف قوامها. انا خلطتها بقى كده لقيتها لسه متماسكه شويه، ليكي بقى الاختيار انك تزودي في كميه الكريم المرطب او تزودي في ماء الورد حسب رغبتك، بس طبعا بتزودي كميه صغيره جدا بالتدريج، وبعد كده تقلبي لغايه ما بتحصلي على القوام الكريمي. فانا هضيف كده شويه صغيرين من ماء الورد وهخلطها برده. بعد ما ضفت بقى شويه كده من ماء الورد هفضل اقلب فيها، شايفين بقى قوامها كريمي ازاي، مش هخليها بقى سايله عن كده، هو قوامها كريمي كده، خلاص بتكون جاهزه. ده بيكون بقى الشكل النهائي للخلطة بعد ما خلطتها كويس جدا، شايفين بقى قوامها كريمي وناعم ازاي، نتيجتها هايلة وكمان ريحتها حلوة جدا. هجيب بقى دلوقتي علبة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، ولازم ما يكونش فيها ولا نقطة من المية، تكون جافة تماما، وهبتدي بقى دلوقتي اضيف فيها الوصف. ده بيكون بقى الشكل النهائي للوصفة بعد ما ضفتها في العلبة، بقفل بقى عليها العلبة واحتفظ بيها عادي خارج التلاجة. عادي ممكن تحفظيها خارج التلاجة، بس يفضل يعني انت تعملي كمية صغيرة قد اللي انا عملتها دي وبعد كده تجدديها، لكن لو حبيت انك تعملي كمية كبيرة تحتفظي بيها في التلاجة عشان تحافظي على مدة صلاحيتها لأطول فترة ممكنة. نيجي بقى لطريقة استخدام الوصفة. اي وصفة مزيل عرق لازم تستخدميها على بشرتك عشان تاخدي منها نتيجة فعالة جدا وتكون مفيدة، لازم تستخدميها على بشرة تكون نظيفة، يعني بغسل بشرتي في الأول كويس جدا وبنشفها، وبعدين ابتدي استخدم عليها الوصفة. فأفضل وقت لاستخدامها هيكون بعد الاستحمام مباشرة.
بعد الاستحمام بقى بشرتك هتبقى نظيفة جدا وهتكون مهيئة انها تستفيد كويس جدا بالوصفة. بعد كده بقى هتاخدي من الوصفة دي وتحطيها على الأماكن اللي موجود فيها عرق، أي منطقة في الجسم يكون موجود فيها عرق هتكون آمنة جدا في الاستخدام في أي منطقة في الجسم. تقدري بقى انك تستخدميها في منطقة تحت الإبطين أو بين الفخذين أو حتى منطقة تحت الصدر أو أي منطقة زي ما قلت في الجسم هتكون آمنة جدا في الاستخدام. هتدهنيها بقى وتسيبيها عادي، مش بتغسليها ولا أي حاجة، يعني بتستخدميها كل يوم بشكل يومي بعد الاستحمام مباشرة. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام الوصفة دي على بشرة نظيفة زي ما قلت هتديكي نتائج هايلة جدا في التخلص نهائيا من ريحة العرق الكريهة، كمان بتقلل جدا من كمية العرق. كمان الوصفة دي بترطب البشرة جدا وبتفتحها، يعني أي منطقة تكون داكنة في الجسم كمان لما تيجي تستخدمي عليها الوصفة دي هتفتحها جدا. هتكون مفيدة معاكي في تفتيح منطقة برضو تحت الإبط ومنطقة بين الفخذين، هتفتحها جدا وكمان بتعقبها من أي بكتيريا. الوصفة دي كمان بتعطر بشرتك جدا، يعني بتدي لبشرتك ريحة حلوة بتفضل ثابتة معاكي طول اليوم، يعني كمان هتكون كده ترطيب وتفتيح وتعطير وبتخلصك نهائيا من ريحة العرق وبتقلل كمية العرق كمان. الوصفة دي بتكون مكوناتها بسيطة جدا ومش مكلفة، بس نتائجها بالنسبة لك هتكون مذهلة، هتخلصك من كل المشاكل اللي ممكن تتعرضي لها في الصيف، هتفتح البشرة وتعطرها وتخلصك من العرق وتقلل كمية العرق، يعني هتكون فوائد بلا حصر لبشرتك. وأتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.